عودة ولادنا من الخارج. أتوقف أمام اللي حصل في اليمن، مواطن مصري موجود، ولازم المعلومة دي تصل للرأي العام كله، مواطن موجود على بعد 800 كيلو مترا، حضرتك تدخلتي عشان ترجعي مواطن، ممكن تشرح لنا اللي حصل يا فندم في اليمن؟ زي ما حضرتك ذكرت جهود الدولة لعودة العالقين، يمكن الناس بتفتكر ان هي مجموعة من المصريين وطيارة، لما الموضوع مش كده خالص، لان الموضوع بيدخل فيه الكثير من التفاصيل، وساعات بتبقى تفاصيل معقدة وساعات بتبقى تفاصيل مستحيلة، انما التعاون والتنسيق ما بين الوزارات ما بين اجهزة الدولة الحقيقة بنعمل المعجزات. فيما يتعلق بقصة اليمن، زي ما حضرتك عارف احنا كان عندنا مواطنين ايضا من المصريين المتواجدين في اليمن واللي ابدوا رغبتهم في العودة الى ارض الوطن. والحقيقة طبعا اليمن احنا ما فيش بعثة دبلوماسية نظرا طبعا لعدم استقرار الاوضاع، فتم تكليف سفارتنا في الرياض ان هي تتولى تسجيل بيانات المصريين في اليمن اللي عاوزين ينزلوا. انما كان في عندنا مشكله انه الطيران اليمني اللي هو هينزل عليه المصريين لابد ان المصريين يخرجوا من عدن، يعني يتم تجميعهم كلهم والطياره اليمنيه تاخدهم من عدن مع تصديق وزاره الطيران المدني، تخرج الطياره من عدن وتصل الى القاهره. كان عندنا مواطن الحقيقه ناشد الوزارة كثيرا، هو موجود في منطقة اسمها سيئون، ومنطقة سيئون في اليمن بتبعد عن عدن حوالي 800 كيلومتر، فإذا مسافة كبيرة جدا، ونظرا لحالته الصحية مش قادر ان هو يصل الى عدن للحاق بالركاب. فالحقيقة تعاونت مع السفارة في الرياض ومع وزارة الطيران المدني، مشكورا معالي وزير الطيران وايضا رئيس هيئة الطيران المدني، ان احنا ندي تصديق للطيران اليمني بموافقه الطيران المصري، انه هذا المواطن يسافر لوحده بطياره يمنيه من سيئون الى عدن، ومن عدن مع المجموعه اللي نازله الى مصر، ووصلوا الحمد لله النهارده بسلامه الله الى ارض الوطن. انا هعرض صوره جواز السفر هذا المواطن اللي حضرتك تدخلته عشان ترجعه مواطن، تبعت له طياره تاخده لوحده عشان يلحق بباقي المواطنين المصريين. نقدر نتكلم على ايضا هذا الجهد النهارده، هذا المواطن اللي حضرتك كنت بتتكلمي عنه، جواز السفر والسفر بتاعه وصورته، جواز السفر طبعا، وانا بشكر حضرتك، بشكر على هذا الجهد. نتكلم النهارده عندنا لسه رحلات اخرى قادمه لاولادنا من الخارج. زي ما قلت